أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد القائد والنائب القائد العلى النائب الأول رئيس مجلس الوزراء أن مواصلة تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة التي أرسى دعائمها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه تستوجب من الجميع تضافر الجهود والعمل بكل عزم وإصرار وأكثر تكاملية لتحقيق أولويات العمل الوطني، منوها بأن كل ما تحقق لمملكة البحرين من منجزات بإسهامات كافة أعضاء فريق البحرين من أعضاء السلطتين التنفيذية والتشريعية ومؤسسات القطاعين الخاص والأهلي والمواطنين والمقيمين هي مكتسبات وطنية نرتكز عليها كأساس لبناء مستقبل أكثر إشراقا يلبي طموحات الوطن وتطلعات المواطنين. وقال سموه إن مضامين الخطاب السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في افتتاح دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب يجب أن تكون هي أساس العمل وبمثابة خارطة طريق لمزيد من المبادرات والخطط والمشاريع التنموية التي يتطلب تحقيقها مواصلة تعزيز التعاون البناء بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ووضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار والعمل جنبا إلى جنب من أجل المواطن والوطن، مشيرا سموه إلى أن مسيرة العمل الديمقراطي في مملكة البحرين مستمرة حتى تبلغ غايتها وتحقق أهدافها من نماء وازدهار للوطن وأبنائه والذين كما عهدناهم يجددون عند كل تحد عزيمتهم بأن تبقى البحرين شامخة رايتها عالية في كل المحافل رغم كل الظروف. جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله اليوم عن بعد معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينب رئيسة مجلس النواب ومعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، حيث أعرب سموه عن شكره وتقديره لرئيسي وأعضاء مجلسي الشورى والنواب على ما يبذلونه من جهد بالتعاون مع السلطة التنفيذية من أجل تحقيق المزيد من المنجزات لمملكة البحرين بما يعود بنفعها على الجميع. ونوه سموه بأن الظروف الراهنة لجائحة كورونا وتداعياتها كانت تحديا للجميع، واستطاعت مملكة البحرين بتكاتف أبنائها وبعملهم بروح الفريق الواحد تحويل هذا التحدي لفرص من التطوير في كافة المجالات والقطاعات، وهذا ما يجب مواصلة البناء عليه للمرحلة المقبلة من العمل المشترك بأعلى مستويات الكفاءة والجودة من أجل تحقيق الأهداف التنموية المنشودة. من جانبهم أعرب أصحاب المعالي رئيسي مجلسي الشورى والنواب عن شكر وتقديرهم لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول رئيس مجلس الوزراء على ما يوليه سموه من حرص على تحقيق تطلعات المواطنين من خلال تعزيز التعاون والعمل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يعود بالخير على الوطن والمواطن.